بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش هعلق كتير على كلامك يا دكتور عاصم، لكن على نقطتين بس. أنت ذكرت هنا أن في محطة تحلية 160 ألف متر مية في اليوم، مش كده؟ وكلمت على حماية الشواطئ. أنا هنا بس عايز أقول للناس أن لما بنيجي نعمل كدولة بيبقى فيه تصور شامل للمسار اللي احنا شغالين عليه. يعني هو يمكن كتير يتصور ان الفكرة، معلش يعني، في الدكتور عاصم قال كلام مهم قوي، الفرق بين التعمير والعمران، مش كده؟ فلكن عايز اقول لكم اوعوا تفتكروا انها مدينة شكلها حلو يعني، لكن احنا كن ما هو كده. يعني اللي ممكن يتفرج علينا دكتور عاصم دلوقتي يتصور ان هي مدينة شكلها حلو، وده مش غلط بالمناسبة، لكن انا عايز افهم الناس اللي بيسمعونا ان احنا عملنا موضوعات على بعضها. الموضوعات دي تحقق كتير من المطالب اللي الدولة بتحتاجها، منها على سبيل المثال حماية الشواطئ. كان عندنا لحماية الشاطئ ده مسارين، مسار ان احنا نعمل حاجز مية، مش كده يا دكتور عاصم؟ ونعمله ويكلف ملايين برضو، وقد يكون يكلف اكتر من كده، او ان احنا نعمل حاجة تحقق ان انا احقق مجموعة من الاهداف باجراء واحد، مش كده؟ صحيح. هو ده اللي انا اللي دكتور عاصم بيقول لك ايه، عملنا شاطئ ارتفاعه متر، ثم عملنا طريق ارتفاعه متر تاني، ثم عشان في النهاية اذا كانت الشواطئ المصرية وخاصة الدلتا معرضة نتيجة انخفاض منسوبها عن المعدلات المحتملة اللي هتحصل خلال الخمسين سنة الجاية. أنا بقول كلام صحيح. طيب مش كده يا دكتور مصطفى؟ فإحنا متوقعين متر أو مترين. طب إحنا كان عندنا نقدر نعمل على امتداد مثلا 200-300 كيلو حواجز تكلفنا عشرات ويمكن مئات المليارات من الجنيهات أو الدولارات عشان نحمي شواطئنا اللي هم رامينها الناس بتوعنا اللي موجودين في الدلتا وموجودين كده. أدي واحد. لا، إحنا عملنا فكرة تانية، إحنا عملنا ده بس بطريقة تانية. أدي واحد. اتنين، الدكتور عاصم كان مهم إن يقول لينا برضو إن محطة التحلية اللي موجودة دي هي ضمن خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط والأحمر، بحيث إن إحنا في النهاية نبقى المية بتاعت النيل تكون لداخل الجمهورية وتقابل النمو السكاني المحتمل خلال الخمسين سنة الجايين. لأن إحنا بنقول إن إحنا حالياً ما لدينا من مياه على عدد سكاننا أقل من 500 متر مكعب مية في اليوم، إذن في السنة ولا إيه؟ فإذن أنا محتاج إن أنا أقابل النمو المحتمل في الطلب على المية بالنمو اللي هيحصل في السكان. فكانت المسار هنجيب مية منين؟ هنجيب مية للنمو السكاني منين؟ فكانت الفكرة إن إحنا بنعمل، وأنا بقول الكلام ده، الكلام اللي إحنا بنقوله ده واللي بيقوله دكتور عاصم ده خطة دولة، خطة خبراء وعلماء، مش يعني اوعى حد يزعل مني، يعني مش هقعد رجلي على رجلي واقول كلمتين في موضوع يا جماعة. لا، دي دولة يعني من خيرة العلماء سواء في الجامعة أو في الوزارات المعنية هي اللي حطت التصور ده. وبالمناسبة التصور ده مش وليد النهاردة دكتور مصطفى، يعني مش كده ولا لازم تقولوا كده يا دكتور عاصم؟ ده مش وليد، يعني ده مش وليد، يعني ايه يعني؟ مش احنا بس اللي عملناه، لا ده كان موجود قبل كده والدولة كانت بتفكر فيه، ولكن يمكن الظروف ما تحتش ان هي يتعمل. فالخطة بتاعت المية قلنا لا، يبقى احنا محتاجين ان احنا نعمل تحلية مية، ويبقى المدن الساحلية زي حتى العالمين فيها محطة 150 ألف متر مكعب. شرق بورسعيد فيها 150 ألف متر مكعب مية في اليوم، مش كده ولا؟ صحيح. والجلالة فيها 150 ألف متر مكعب مية في اليوم. المدن الجديدة كلها احنا حاطين فيها محطات تحلية كلفتنا كتير عشان نبتدي. ما هو انا بس عايز اقول لكم احنا بنقولنا اللي احنا اللقاءات اللي زي كده فرصة ان احنا نتكلم مع نفسنا ومع اهلنا اللي موجودين، مش بس في الدقهلية والمنصورة، لا، في كل الدولة،
عشان تبقوا عارفين اللي احنا بنعمله بنعمله وفقاً ليه. يعني هي مش زيادة فلوس معانا يا دكتور عاصم. صحيح. لا دي أمور مش هقول ملحة، دي حتمية لازم نعمل كده، ولو ما عملناش كده يبقى احنا قصرنا في حق الحاضر والمستقبل. ولا يا دكتور مصطفى؟ فانتوا، وانا عايز اقول لكم انتم كمجلس وزراء محتاجين تتكلموا على الاقل كل مره فيها مجلس وزراء في موضوع من الموضوعات ديت عشان نشكل حاله فهم حقيقيه. انت بدات المحاضره او بدات التقديم بتاعك يا دكتور عاصم بمصر من 80 100 سنه الدلتا، مش كده؟ مدن الدلتا. مدن الدلتا، قلت دي المنصوره يعني بتحصرنا يعني مش كده؟ لكن عايز اقول لكم ده كان ايه برضو عشان ده مهم، وبقول ده عشان كل اللي بيسمعوني. لما بنقول لكم ان النمو السكاني هياكل البلد دي، احنا ما بنخوفكمش، وبنقول الكلام ده لكل المؤسسات اللي موجوده في الدوله بما فيها المؤسسات الدينيه، بما فيها ايه المؤسسات الدينيه. هل يرضي ربنا ان اللي احنا كنا فيه من 100 سنه، مش كده يا دكتور عاصم؟ تمام فهمت. اول لوحه يرضي ربنا ان احنا كنا من 100 سنه نبقى كده، وبعد ما الدنيا كلها تقدمت زي ما احنا نبقى كده باللي احنا فيه دلوقتي. انا جاي وشايف كل ال خلي اهي، لا اللي قبلها من فضلك، ايوه دي. يعني هل ده اللي كان يكون موجود مثلا من 80 100 سنه فين؟ في المنصوره. دي طنطا بعد اذن حضرتك. يعني اقصد اقول طب هات المنصوره اللي قبل منها. لا اهو، مش هي دي برضه ولا انا مش واخد بالي؟ دي المنصوره. دي المنصوره. هل دي المنصوره من 100 سنه ودي المنصوره دلوقتي؟ لا هات المنصوره الجد بقى اللي بقى. واللي تحت دي المنصوره. دي طنطا، دي المنصوره، دي شربين. ايوه. انتوا يقول لك احنا دكتور الرئيس يعني ما يصعبش علينا يا دكتور عاصم. بيصعب يا فندم. لا صحيح، ما يصعبش علينا ان احنا نبقى من ده من 100 سنه نبقى اللي انتوا شايفينه بعد كده دلوقتي. طيب نرجع بقى لنقطة مهمة أنا عايز أقولها، اللي هو فين حالة الدولة؟ فين إيه؟ فين حالة الدولة؟ ده حتى لو كان عمران يعني، ها؟ لكن ده غياب للدولة. غياب إيه يا دكتور؟ دولة مش حاضرة. دولة إيه؟ غير حاضرة. هات اللي بعدها بقى، اللي بعدها خالص. هات دي ايه؟ دي دولة مش موجودة. دولة ايه؟ ويبقى يتصور ان يا جماعة احنا محتاجين نعرف كويس قوي ليه احنا بقينا كده، عشان ما تتهمش الدولة وتقول الدولة فين. لا ده احنا كلنا مع بعض، دي بلدنا ونخلي بالنا منها. وزي ما دكتور عاصم بيقول اذا كان هيبقى نصيب الفرد قيراطه نص، طب ما هو ايام محمد علي كان نصيب الفرد على الاقل فدان. انا بقول كلام معقول؟ فدان يعني لو كنا 4 مليون ساعتها ولا اكتر، 4 مليون كان عندنا اكتر من 4 مليون فدان مزروعين، يبقى كل فدان يقدر يصرف على. فحاله الغنى اتحولت لحاله ايه يا دكتور عاصم؟ فقر. أنا يعني عوز. وأنت تقول طب البلد سايبانا ليه؟ البلد سايبانا ليه؟ وأنا مش بتكلم النهارده، النهارده يوم جميل قوي. النهارده يوم إيه؟ جميل إن شاء الله. بس إحنا مش عيب إن إحنا وإحنا بنتكلم على أيامنا الجميلة إن إحنا نذكر بعضنا باللي إحنا بنتكلم فيه ده. وبقول الكلام ده لمؤسسات الدولة كلها. سواء كان وزارة الصحة أو منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات الدينية. يا جماعة بصوا كده، ده يرضي ربنا.
طيب في حد ورا مني يعني متدين، هي دي الأمة اللي كالشامة؟ دي الأمة اللي كالشامة؟ عارفين التعبير ده ايه؟ ده حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمة شامة، شامة يعني ايه؟ علامة. الأمة دي علامة؟ في الكلام، في السلوك، في القيم، في القدرة، شامة، في كل حاجة شاطرين، في كل حاجة بارزين، مش كده؟ هو ده كده؟ طب هل المطلوب، أنا بس يمكن عشان بس ما حدش يقول إن الموضوع إسقاط على دين فهمنا لديننا، لا لا ما أقصدش، بس عايز أقول إذا ما كنتش مؤسسات الدولة بالكامل تبقى معانا، مش معانا إحنا، مش معايا أنا، مش مع الدكتور مصطفى، مش مع الوزارة، لأن إحنا مش زي ما قلنا قبل كده، إحنا مش نصين، إحنا مش في جنب، ده إحنا واحد، مش كده يا دكتور عصر؟ ده بقى مصيبة لو إحنا تصورت إن أنا جنب الناحية التانية وإنت هنا، إحنا مع بعض كلنا، ودي بلدنا كلنا لينا فيها زي بعض وعلينا فيها زي بعض. وبقول لكم تاني الكلام اللي قاله الدكتور عاصم، لو نزل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وشاف حجم المباني اللي معمولة، أنا كلمت الموضوع ده كلمت فيه قبل كده وقلت يا جماعة امشوا على الدائري وشوفوا العمارات اللي موجودة يا دكتور عاصم، ما فيهاش شبابيك ولا بيبان، ده مش معقول يكون حد عايش فيها يعني، يعني مش معقول يعني. فأنت شوفوا حجم المباني اللي موجودة دي أكبر من الطلب اللي موجود في السوق، وإلا كانت الناس راحت قعدت فيها، ما هو فيها دور ولا اتنين ساكنين والباقي ما سكنش، وكتير معمول كده. ده هو الكلمة قيمة زائفة اللي حضرتك حطيتها دي، ده تعبير حقيقي، إحساس بالغنى الزائف، إنك أنت عندك عمارة 10 أدوار تمنها 2-3 مليون جنيه، مش كده هو ده الفكرة؟ صحيح. لا والله مش حقيقي. انت كان لما اغزر كنت باني على ايراتين، الايراتين دول لو كنت شغلتهم وحافظت عليهم كنت هيجي لك عوائد حقيقيه اكتر من اللي انت مستنيه، ان هو ايه، انك تعيش مع وهم ان انا عندي مباني كده. طبعا جوه الكتله السكانيه ديت اللي هي زي اللي في الشمال، في ناس كتير جدا بتبني، وبتبني عشان خاطر أبنائها يعني اللي موجودين عايزين يعيشوا معاهم. خلاصة الكلام اللي أنا عايز أقوله هنا إيه؟ اللي إحنا بنعمله بالمدن ديت هي عبارة عن، هي مش شكل، لا ده عبارة عن مجموعة أهداف بتتحقق. ويمكن الدكتور عاصم بيقول لكم إن اللي هو المنطقة الخلفية، والخلفية اللي أنا أقصدها عشان بس ما حدش يتصور، إن لأن إحنا قلنا إن لا اعتداء على الأراضي الزراعية في الظهير للمدينة ديت، مش كده يا دكتور عاصم؟ صحيح. لكن إحنا بنتكلم في بين الطريق والترعة، والترعة في منطقة لوجستية، دي منطقة لوجستية، أنا بس عايز أقول إيه، دي منطقة عشان نوجد عمل للناس. تاني بقول لكم لو فضل نمونا السكاني بالطريقة ديت محدش هيقدر يحل المسألة، ولا انا ما حدش هيقدر، وخلاص ارضوا بقى، ما تقولوش ايه يعني، انا ما افتكرش حد هيقدر يعمل اكتر من اللي احنا بنعمله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، والله ما حد هيقدر يعمل اكتر من اللي احنا بنعمله ده، الا شوف انا هقول لكم على حاجه، البلاد اللي زي حالتنا دي عايزه ثلاث حاجات، واحده من ثلاث حاجات، يا اما صبر وعمل، صبر وعمل يعني صبر وشغل بس، وده مسار نشوف نتائجه بعد سنين طويله، مش احنا ولا يا دكتور مصطفى، مش احنا، مش انا عشان سن يعني، لكن الشباب الصغير والممكن
اسمعوا كلامي بس، اسمعوا كلامي. أو ده مسار. المسار الثاني إن إحنا نسيب البلد دي يعني تضيع بقى، ما فيش فايدة، لأن هو في الآخر هو قلت لكم الحكاية دي مرة واثنين وعشر، هو حجم أموال طاقة دولة. الطاقة دي يأدي الدولة يكبر منها يقل منها، إن كانت أقل منها يبقى دايما الإحساس بالعوز والقلة هو هيبقى جوانا، ده لو كانت أقل. لو أدها هيبقى الناس حاسة بشيء من الراحة، لو أكتر هيبقى الإحساس بالرضا أكتر. فإحنا بنتكلم على، بنقول يا ترى بالنمو السكاني بتاعنا ده على الموارد المتاحة عندنا، الموارد المتاحة عندنا، هل إحنا في الأقل ولا في العام ولا في الفوق؟ أنا بقول لكم عشان ما أخبيش عليكم، في الأقل. حد يقول لي الله يعني في الأقل تم تعمل اللي أنت بتعمله ده؟ وحد يقول لي كده يعني أنت بنام أنت بتقول أقل، خلينا بقى نقعد في العشش، مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا يا جماعة، لا لا مش كده. أدي المسار الثاني. المسار الثالث إن ربنا جاب لنا موارد مش في الحسبان يعني، ومحدش بيخطط لبلده كده، يقول لك انت مستنين لما يجي لنا يعني ربنا يوفقنا ويبعت لنا حاجه ناخد يعني نورس يعني نورس يعني نورس. طيب يا جماعه اوعى حد يزعل بس من الكلمه دي، يا بتاع يا جماعه يا بتاع ربنا، انتوا مش هتقعدوا تدعوا بقالكوا 50 سنة بتدعوا؟ تصدقوا بالله انتوا بتظلموا الدعاء، والله العظيم بتظلموا الدعاء. دعاء من غير عمل ربنا ما بيعملش كده، تعمل وتقول يا رب يوم ربنا يوفقك، لكن تدعي بس خلي اقفل الكتاب طول السنة واقعد صلي وصوم وادعي وهات 90، لا يمكن. هو ربنا ما قالش كده، عشان كده بقول بتظلموا الدعاء، بتظلموا العلاقة مع الله. تقول أنا عندي حجيب وربنا يرزقني ويبقى عندك 5 أولاد أو 6 وتقول أنا ربنا هيرزقني، ما حدش هينام من غير عشاء صحيح، لكن أنت طلعت إنسان ما كنتش بصير على نفسك، ما كنتش حسيب على ظروفك، وبالتالي أنا طولت عليك، طولت عليك يا عصر. لا يا فندم، لا بالعكس. على كل حال، على كل حال أنا أقصد أقول كان اللي إحنا بنعمله ده هو يعني أنا أسمع كتير يقول لك إيه أنتوا تعملوا شبكة طرق ليه؟ إيه الكباري ديت؟ طب دون أن أكل، ما أنا لو ما عملتش كده أنا هظلم جيل ده والقادم، والله لو ما كانتش البلد يتعاد والخطة الاستراتيجية بتاعتها اللي اتعملت من قبل أنا ما أجي وقبل اللي قبل مني ما يجي يا دكتور مصطفى، مش كده يا دكتور عاصم؟ صحيح يا فندم. لو ما اتعملش يبقى احنا بنضيع البلد دي وبنضيع الناس، بنضيع البلد دي ونضيع الناس. طب احنا في خير ونعمة؟ ايوة والله العظيم احنا في خير ونعمة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طولت عليك بس كان لابد ان احنا نقول ايه، اللهم امين. ربنا يوفقكم. اسمعوا اوعوا تفتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى والجهد اللي احنا بنعمله جهد مخلص وأمين ومبدع ومبدع وبمنتهى القوة اللي ربنا بيعنا بيها
بنعمل، مش انا كلنا، احنا. ايوه احنا. اوعى تفتكروا العمل اللي هنا ده واللي بيعمل في الدوله دي. كان حد، انا هختم بالكلمه دي، كان حد كلمني من كم، حد ايه ده القائم يعني، قالوا لي احنا نخف الاعمال بتاعتنا شويه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ قلت لهم انا كنت جايب دي على الايباد يا دكتور عاصم، حجم الشركات العامله في الدوله المصريه في مشروعات محدده، حجم الشركات العامله في الدوله المصريه في مشروعات محدده للدوله، سواء كانت، ومش بتكلم على قطاع خاص، انا بتكلم على القطاع اللي هو الدوله بتعمله. انا بقول لكم مش اقل من 4-5 آلاف شركه شغالين يا جماعه، فيهم جواهم مش اقل، لو قلت متوسط ده في شركات فيها 70,000 عامل، لكن انا هقول متوسط 1000، يعني 4-5 مليون عامل او انسان، بين عامل وبين يعني كل الوظائف، 5 مليون، يعني 5 مليون اسره فرصه. طب انا عملت قفلت او قللت، قولوا لي الخمسة مليون أسرة دول أنا أوصل لهم إزاي؟ ولا يا دكتور عاصم؟ صحيح فهمت. صحيح. مش أنا يعني. كدولة. الدولة توصل لهم وتديهم ويعيشوا إزاي؟ طب أديهم كده تكافل وكرامة؟ ما ده فكرة برضو. ولا أديهم ويبنوا البلد؟ نشتغل. صح. أنا بقول الكلام ده لينا كلنا، شوفوا. قوتنا في فهمنا، قوتنا ايه في فهمنا، وانا لما بخلي زمايلي يبقوا واقفين هنا ويتكلموا ويشرحوا امور قد تكون بالنسبه للمواطن العادي يعني مش ده محل اهتمامه، انا في النهايه عايز فلوس في جيبي او الاقي حاجاتي في السوق بسعر كويس. بس خلي بالكم ما تفصلوش ده أنا اللي بيقوله دكتور عاصم. شكرا جزيلا. تفضل يا دكتور. شكرا استاذ.